الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ الكلام أولا بشرف ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضار بن نزار بن معد بن عدنان. هذه رواية ابن هشام وتاريخ الطبري. أما عن الأسرة النبوية فقد تولى أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم السقاية والرفادة، وهم من سنوا رحلة الشتاء والصيف، وكان لهم شرف حفر بئر زمزم حيث واجهت عبد المطلب قبائل العرب، فنذر لئن رزقه الله 10 أبناء لينحرن أحدهم عند الكعبة. ونذكر حدث أبرهة بن الصباح الحبشي لما رأى العرب يحجون الكعبة بنى كنيسة بصنعاء ليصرف حج العرب إليها، فانطلق رجل من كنانة فدخل الكنيسة ليلا ولطخ قبلتها بالعذرة، فثار الأحباش وجاءوا بجيش عرمرم مدعمين بالفيلة لتحطيم الكعبة. وبينما هم على وشك فعلهم إذ أرسل الله عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول، بعدما فرت قريش إلى الجبال خوفا من حرب الفيلة. إلا أن للبيت العتيق ربا قاهرا يحميه. هذا الحدث أرخ لمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أنا ابن الذبيحين. فالأول أمر الله إبراهيم بذبح إسماعيل عليه السلام وفداه بذبح عظيم، والثاني نذر عبد المطلب حيث وصل سهم دية عبد الله أبي الرسول 100 من الإبل بدلا من ذبحه. أما فيما يخص المولد، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من ربيع الأول عام الفيل في 571 لميلاد المسيح عليه السلام يتيم الأبي. أما عن ولادته روى ابن سعد في صحيح الجامع: لما وضعت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، كان ذلك من مبشرات ودلائل النبوة. ففرح عبد المطلب بالمولود الجديد ودخل به الكعبة وسماه محمدا، وكانت رضاعته صلى الله عليه وسلم مشهورة في بني سعد عند حليمة بنت أبي ذؤيب حولين كاملين، وقد رأت من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير في أتانها وغنمها وبيتها وغير ذلك. وقد وقع حادث شق الصدر حوالي السنة الرابعة من عمره عليه الصلاة والسلام، فخافت حليمة وأرجعته إلى أمه واستقر معها إلى أن بلغ 6 سنين عليه الصلاة والسلام، فماتت أمه آمنة بنت وهب لينتقل إلى جده العطوفي عبد المطلب الذي كان يؤثره على أبنائه ويقول لهم: دعوا ابني هذا فوالله إن له شأنا عظيما. وفي تمام 8 سنوات توفي جده عبد المطلب، فانتقل برعاية الله إلى كفاس عمه أبي طالب شقيق أبيه، فأكرمه ودافع عليه زمن العسرة مع قريش في صدر الإسلام كما سنراه مفصلا. وعند نزول القحط بمكة فقد سقوا بالغمام بوجهه صلى الله عليه وسلم، فأنشد أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام به ثمال اليتامى عصرة الأرامل. وعند بلوغه صلى الله عليه وسلم 12 سنة سافر مع عمه إلى الشام ولقيه بحير الراهب، فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة العالمين لما رآه بحيرا من علم عنده. فاستضافهم وأمر بإرجاعه خوفا عليه من الروم واليهود. وفي السنة 20 من عمره صلى الله عليه وسلم شهد حلف الفضول لواقعة حرب الفجار، وانعقد الحلف ضاربا حمية الجاهلية وعصبيتها. وتذكر كتب السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 25 من عمره تاجر بمال خديجة إلى الشام، وهي يومئذ سيدة قومها بجمالها ونسبها ومالها. ولما إقنات من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته وكريم أخلاقه عرضت عليه الزواج، وهي يومئذ عمرها 40 سنة،
فرضي صلى الله عليه وسلم وعقد عليها بحضور بني هاشم ورؤساء مضر، وأنجبت القاسمة وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله رضي الله عنهم أجمعين. وفي 35 من عمره عليه الصلاة والسلام كادت القبائل تدخل في حرب عند اختلافهم في من يضع الحجر الأسود حيث أعيد بناء الكعبة، فكان أول من دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين، فرضيه الجميع، فأمر بحكمته عليه الصلاة والسلام بوضع الحجر على ثوب، وأخذت كل قبيلة بطرفه فدحرجه في موضعه. ونكتفي بهذا القدر إلى 40 من عمره صلى الله عليه وسلم مع قصة الغار وبدء نزول الوحي، سائلين المولى سبحانه أن يرفع عنا الوباء والبلاء، والحمد لله رب العالمين.